غانم، ما رأيك في تغييرات أسوري النهارده؟ الراجل صمم ان هو يلعب بخطته، قال مش هغير خطتي في البطولة العربية مهما كان قوة الفرق امام الشباب، هلعب بنفس خطتي وطريقتي، امام النصر هلعب بنفس خطتي وطريقتي. رأيك النهارده في تغييراته وفي إدارته المباراة؟ انا عاوز اقول حاجة، هي الخطة ما ينفعش ان انت تقول العب بيها يعني في اي ماتش، كل ماتش بيبقى ليه ظروف. النهارده لعب بيها الفريق اللي قدامنا، مش عاوز اقول يعني ايه يعني مستوى يعني نادي الزمالك قدر ان هو يركب المباراه من بدايتها، بس ايه يعني الفريق كان بيساعدك ان انت تنفذ اي حاجه انت عاوز، اي طريقه هتعملها النهارده هتمشي. لكن اللي برضه النهارده اللي كان فارق كان مستوى اللاعبين يعني كويس جدا، وكلهم مطلعين قدراتهم وكلهم بيحاولوا يثبتوا نفسهم، فمن هنا الشكل الخطط اللي لعبوا بيه ماشي الحال، وقدروا يجيبوا بيه 4 تجوان وكان ممكن يجيبوا اكتر. النهارده مثلا هو بيلعب مثلا ب3 مدافعين، دي انا بحط عليها خط وخطين اما هيجي يلعب مع الشباب والنصر. لا، هنا لازم يبقى فيه حرص دفاعي اكتر مع الفرق دي، ان الفرق دي هيبقى ليها شكل هجومي. بس انا مش عاوز انقل للي هو للوضع النصر والشباب، دلوقتي احنا بنتكلم عن المانشستيري، لا بقول هو الشكل اللي لعب بيه يناسب مستوى الفرقه اللي احنا لعبناها، وقدر ان هو ينفذ الشكل الخطط بتاعه، وقدروا اللعيبه ينفذوا قدراتهم ويحققوا هدف المباراه 3 نقاط ب4 اهداف وبشكل اسعد كل الجماهير اللي كانت في المدرجات. وانا عاوز اعلق على حته القيد، رغم ان هي مشكله بيواجهها نادي الزمالك، ولكن انا بفكر الجماهير ان احنا السنه اللي فاتت واللي قبلها اللي هي 2021 كسبنا دوري وكاس، كان 15 لعيب فقط بيقيدوا فقط، صحيح، وكانت برضه ايه القيد مقفول. فمن هنا عاوز اقول ايه، لعبتنا بخير وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن، ويبقى في امل وفي ثقه، واحنا النهارده عندنا ثقتنا بقت اكتر واكتر في اللاعبين.